names are familiar, but the name of Harry Sanderson is only familiar to the medics. But in fact, he played a very significant role in the politics of Iraq. زخر العراق بالمحطات المضيئة والمشرقة في تاريخ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وواجهت الشخصيات العراقية تحديات عديدة في إرساء أسس المفاهيم الإنسانية الحقة، وبما يستجلي أبعاد المستقبل الزاهي للعراقيين في العصر الحديث. فمنذ الرسالة هي رسالة عظيمة، أولاً دلل على أن تاريخ العراق الحديث هو تاريخ زاخر بالعلم والعلماء وبكل الاختصاصات، والاختصاص الطبي اللي ذكره الدكتور الفاضل هو جزء من الاختصاصات الأساسية، وأعطى صورة جميلة جدا أنه الكلية الطبية العراقية من أوائل الكليات الطبية في العالم العربي، وأن الاختصاصات الطبية العراقية كانت اختصاصات نادرة ومتقدمة وجيدة جدا. احنا شعب عظيم ونقدر ننهض من أي مشكلة. يعني سنة 1919 ما كان أكو دولة اسمها العراق، لكن خلال سنتين تأسست الدولة العراقية وتأسست مؤسساتها، وهم في البداية كان أكو مشاكل في الدولة، لكن الدولة ترسخت قواعدها، وخلال تصور خلال سنوات، يعني 7 سنوات، تأسست كلية الطب، وكلية الطب صارت من أحسن كليات الطب في الشرق الأوسط. يعني أول دورة تخرجت منها سنة 32 في مجلس الطب البريطاني اعترف بشهادة الشهادة العراقية. فمنذ القدم ساهم العراقيون في الحياة الإنسانية وشكلوا علامة بارزة في المشهد الإبداعي، وبرزت العديد من الشخوص التي ما تزال الإنسانية تستنير بفكرهم وتتزود من عطائهم من مختلف المجالات الفكرية، فقد أصبحوا أسماء تدل على كينونتهم ومكنونهم العراقي، واليوم هم لا يحددون بالموت والميلاد وإنما بالإنجاز. في مراجعة لتاريخ العراق المعاصر والإمكانيات الهائلة، العراق كان من الدول المتقدمة في طليعة الدول المنطقة في إنشاء كلية الطب مثلا في الجامعات. العراق كان ولا زال خزين من الكوادر، هذا يعني مثلا يجدد الأمل إن شاء الله مرة أخرى بأن هذا العراق العظيم سينهض إن شاء الله من جديد من كبوته، ويعود في مقدمة وطليعة الدول المنطقة والعالم إن شاء الله. أنا أشكر الفضائية العراقية على تغطيتها لهذه النشاطات الثقافية، حضوركم دائم في هذه النشاطات محل تقدير واعتزاز من السفارة ومن الجالية أيضا. محاضرة اليوم هي وقفة جميلة عن تاريخ العراق، وحقيقة دكتور علي صادق جواد هو من الشخصيات المحبوبة جدا لدى العراقيين ومن أهم الدكاترة الموجودين، وقد أعطى لمحة عن تاريخ العراق وعن شخصية أيضا كانت جزء مهم في تاريخ طب العراق الحديث، وأيضا أعطى تأثيراته على العائلة المالكة. نحن بالتأكيد نهتم جدا بتوثيق هذه الأمور، وهي لأنه هي جزء أيضا من ثقافة العراقيين، ونحرص دائما طبعا على احتضان الكفاءات العراقية، وإن شاء الله مستمرين في هذه النشاطات اللي توثق تاريخ العراق. الذاكرة العراقية ازدحمت بالأسماء التي انبدأت بعدها لا تنتهي عند عنوان معين، بل إن العطاء مستمر، والعراق ولاد للمبدعين والشخوص التي أثرت المشهد الإنساني بعطائهم ونتاجاتهم التي أضحت نبراسا للأجيال التي تلتهم. حقيقة المحاضرة كانت هي علمية تاريخية، ولكن هناك هدفين في هذه المحاضرة. الهدف الأول نرى أن الشخص الذي هو سندسن باشا الذي عمل في العراق بشكل بكل إخلاص وكل وطنية وكأنه عراقي أصيل، والهدف الثاني هو أنه الشخص الذي ألقى المحاضرة، الشخص الذي هو حاليا مقيم في بريطانيا من الأطباء الأكفاء من خريجي كلية الطب بغداد، ولكنه متفاعل ومتعاون ويرغب ويطمح إلى عملية نقل تجربته التي قضى فترة طويلة في بريطانيا لعملية إنقاذ الواقع الصحي العراقي، لعملية تطوير الواقع الصحي العراقي. وهذا حقيقة هو ليس شأن فقط الدكتور علي التميمي الذي كان محاضرة، وإنما كثير من الأطباء عراقي المهجر ممن لهم الرغبة في عملية دعم الواقع العراقي بكل مفاصله، إذا كانت تجارية وإذا كانت الاجتماعية وإذا كانت
البيئية والطبية، ولذلك أن نأمل أن تكون هناك إشارات من قبل الدولة واحتضان هذه الكفاءات لعملية تطوير ما يمكن تطويره من الواقع العراقي. هذا الكتاب هو المذكرات الخاصة للدكتور فاضل جمالي اللي كان وزير خارجية العراق 8 مرات ورئيس وزراء 2 مرات، فكتبها سنة 70 باللغة الإنجليزية حوالي 700 صفحة، وكان رافض يختصرها في حياته فما نشرت. بعد الوفاة لقينا واحد محرر يقدر يختصرها، فالآن نشرت الكتاب. يمثل يعني علاقة العراق السياسية مع الدول، أخذها جغرافيا، أولا هلال الخصيب، فالعراق وسوريا، العراق وأردن، العراق وفلسطين، العراق ولبنان، العراق والكويت، وثم مع الجزيرة العربية، العراق والسعودية، العراق واليمن، وبعدها العراق مع وادي النيل، مصر والسودان، وثم شمال أفريقيا المغرب، ودور العراق في تحرير هذه الدول واستقلالها. فجدا حتى تفهم الواقع اليوم ومشاكل اليوم تقرأ هذا الكتاب تفهم أساسيات هذه الأمور. محطات تاريخية متعددة استعرضها الباحث منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة وإلى يومنا هذا، متطلعا إلى علاقة الحكومات بمختلف الدول، فضلا عن طبيعة علاقتها بأبناء الشعب العراقي. من العاصمة الأردنية عمان، زيد الطائي، العراقية.